عمال التجزئة ينفذون إضرابا لمدة 3 أيام مطالبين بزيادة الأجور. العدل الأوروبية تحكم بأن منع الحجاب في المكاتب الحكومية قانونية. انطلاق الدورة 91 للجمعيات العامة للإنتربول في فيينا. استطلاع يكشف أن 15% يدعمون وجود نظام حكم ديكتاتوري. مجري يعترف بقتل شاب عراقي وسرقة سيارته الفاخرة. وتركيا تجمد أصول 82 منظمة وفرض على صلة بحزب بيكاكا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت نقابات العمال عن العاملين في قطاع التجزئة عن إضراب تحذيري من 30 من نوفمبر إلى 3 من ديسمبر بسبب عدم التوصل لاتفاق زيادة الأجور. ولم يتم التوصل لاتفاق في مفاوضات العاملين في قطاع التجارة في النمسا لأكثر من 430,000 موظف ومتدرب، ما دفع النقابة للإعلان عن الإضراب. واقترح أصحاب العمل زيادة 5% في الرواتب مع مكافأة استهلاكية وتحسين العرض ليصل إلى زيادة 6% ومكافأة أكبر، فيما طلبت النقابة بزيادة 9.4% محذرة من التكاليف والآثار السلبية على العمال. سمحت محكمة العدل الأوروبية للمكاتب الحكومية في أوروبا بحظر ارتداء الحجاب في ظروف محددة. وأكد القرار أن حظر الرموز الدينية يجب أن يكون عاماً وغير تمييزي، حيث تشكل هذه الخطوة توجيهاً جديداً لسياسات اللباس في الاتحاد الأوروبي. وسبق المحكمة أن أصدرت أحكاماً بشأن قضية الرموز الدينية في أماكن العمل، وكانت القضية قد نشأت في بلجيكا حيث منعت مديرة مكتب من ارتداء الحجاب داخل العمل، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية. انطلقت الدورة 91 للجمعية العامة لإنتربول في فيينا الثلاثاء بحدث افتتاحي ضخم في مركز النمسا الدولي بحضور 195 دولة. ويأتي الافتتاح بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة العالمية للشرطة في 1923 في فيينا، وتناقش 195 دولة تحديات العصر مثل جرائم الإنترنت والإرهاب والمخدرات. وأكد المستشار النمساوي كارني هاما في كلمته على صعوبة التحقيق في هذه الجرائم وأهمية التعاون الدولي، فيما تطرق رئيس الإنتربول ناصر الريسي الإماراتي للتحديات وأهمية التعاون، ودعا وزير الداخلية كارنا لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة. كشفت دراسة معهد صورة لعام 2023 عن ارتفاع طفيف في رضا النمساويين عن النظام السياسي في البلاد متأثرا بالوضع الاقتصادي. وشملت الدراسة 2081 شخصاً، ويرى 39 منهم أن النظام السياسي جيد بزيادة عن العام الماضي لكن منخفض مقارنة ب 2018، وتبين أن 86% يدعمون الديمقراطية و 10% يرفضونها، فيما يفضل 14% النظام الاستبدادي أو الحاكم الواحد. وبينت الدراسة أن الأطياف السياسية لا تختلف كثيراً، مما يسمح بالحوار والنقاش دون انقسامات. أقر أحد المجريين يبلغ من العمر 20 عاما بتسببه في جرح أدى لوفاة عراقي أثناء بيع سيارته BMW الفاخرة في مدينة سالسبورغ مطلع هذا العام. واستمر شقيقه في إنكار الاتهامات بسرقة السيارة وارتكاب جريمة القتل، حيث أشارت الاتهامات إلى العثور على أثار دم الضحية في السيارة وفي شقة المجريين، ويواجه المتهمان عقوبة السجن مدى الحياة. وكان العراقي البالغ 31 عاما قد عرض سيارته للبيع مقابل 17,000 يورو، وقد تعرض للسرقة والقتل في 2 يناير لعام 2023. أعلنت أنقرة عن تجميد أصول 20 منظمة و62 فردا في أوروبا وأستراليا واليابان لصلاة مزعومة بحزب العمال الكردستاني بيكاكا. واعتمد القرار الحكومي على قوانين مكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل القائمة منظمات في ألمانيا وسويسرا والنمسا وأستراليا واليابان وإيطاليا، بالإضافة لمنظمات في العراق وسوريا. وتعكس هذه الخطوة التوترات الدبلوماسية بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي،
وتصاعد الخلافات السياسية والعسكرية خاصة مع السويد وفنلندا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.